المنتخب معناش لاعب بارز، حنلعبوا كمجموعة يعني نلعبوا مجموعة واحدة. وماتش الدنمارك كان لعبناها وسرسال الجمهور انهم لا يضغطون على المنتخب، يعني في النهاية ما تعرفون كيف في المباراة، ممكن اللاعب يتوتر، ممكن تصير أغلاط هنا وهناك، بس في النهاية إن شاء الله أنهم هم قدها ويقدمون أحسن في المباراة. يفترض على لعيبة تونس في مباراة مقدمة مع فرنسا، فرنسا المتصدر. متصدر لازم يلعبوا كل في الكل، يعطيوا كل ما عندهم لآخر لحظة، لازم نكسب يعني لازم نربح.